مين كان بيجاوب معايا اخر حد بقى عشان مش فاكره؟ هو ده دور فرح. دور فرح اصلا. طيب تمام. تمام يلا يا فرح. احنا ماشيين ازاي بقى؟ ايه خلاص افتكرت انه دورك، يلا كملي. ماشي، ثواني بقى. ماشي ثواني، هي لو انا مش فاهمة. هو هنا بيقولك truck moves the long horizontal at uniform speed. كانت بتتحرك بسبيد 16 متر بير سكند لمدة 4 seconds. عايز نحسب ال acceleration. acceleration a equal a v2 هي minus مختلفة v1 أو divided by. over time، احسبها ازاي بقى؟ مش فاهمة يعني، عشان هو uniform speed و horizontal يعني هتبقى 60 minus 16. ايوه برافو عليكي، فهتبقى ايه؟ ماشي، زيرو. من غير over ما 4 احسب اصلا، equal positive. ولا اعمل اي خطوات. اي اول ما اشوف يونيفورم سبيد تبقى الاكسلريشن بزيرو على طول. مديكوا ارقام بس عشان يلخبطكم. المحافظة دي خلي بالكم فيها كذا فكرة، فنخلي بالنا منها يعني، لان فيها تركات كده ممكن محدش ياخد باله منها. طيب A theory that explains the origin of the universe due to the great explosion since 15,000 million years. بيج بانج. Bro. The result of multiplying speed of moving body by the time. ديستانس. تمام. طب لو كان كاتب لكم velocity. برافو. The speed of Moai's car 85 kilometer per hour and he was observed at relative speed 135 kilometer per hour. So the observer speed is المفروض كده ان هما ماشيين مع بعض ولا عكس بعض؟ ثواني، هي دكتور فرح ولا محمد؟ ما اعرفش والله. ماشي فرح ناس حل اللي فوقيها، ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه في حياتكم اصلا، ما اعرفش الفرق ما بين اصواتكم. هي كده تقريبا ماشيين عكس بعض. عليك، لأن ال relative speed طلعت أكبر، فمعنى كده إن أنا جمعت حاجة على 85 عشان تطلع لي كده. فاجيب ال observer speed ازاي بقى؟ اعملهم ماينس. اعملهم ماينس. برافو عليك، تطلع معاكي كام؟ حسبتهاش. ماينس 50 كيلومتر بالأور، صح؟ كيلومتر بالأور. 50 كيلومتر بالأول. طيب cross out the odd word work velocity force acceleration motion. صورك. برافو، لأن كلهم ايه؟ هو عشان باقيين فيكتور فيزيكال كوانتز. تمام.
الريبرودكت تاني حاجة ذا ورك دي مش فيزيكال كوانتيتي أساسا. الورك دي ايش ايه؟ الورك دي مش فيزيكال كوانتيتي أساسا، إيه علاقتها بالفيزيكال كوانتيتي أساسا؟ لا هي physical quantity بس انتوا ما خدتوهاش، يعني هي مش مكتوبة في كتاب. ما في حاجة فيزيكال كوانتيتي اسمها ذا ورك؟ ايوه انتوا خدتوها اصلا في grade 7 فقط. ايوه خدتوها في grade 7، انت ازاي نسيتها؟ طيب بس هي كانت سكالر، يعني أظن ممكن بتقول ايه؟ كانت في درس إيه؟ لأن أنا حاسس إنها فاكرها. كانت في درس الانرجي لما كنا بنحسب الورك، كنا بنضرب الفورس تايمز ديستنس او تايمز ديسبليسمنت. افتكرتها خلاص. طيب reproductive cells، liver cells، gamete cells، skin. reproductive cell reproductive. طب إن ركز شاء الله. معايا كمان. دوري جه ده لسه محمد بيفكر. يا رب. محمد وصلنا ولا ما وصلنا؟ الجامد ايه؟ الجامد برافو. الجامد، الجامد لان الجامد لوحدها بتبقى ان، لكن السكن سيلز وكل الباقي ده كله بيبقى 2 ان. طيب نمبر 3 فرح، the properties of image in the concave lens or virtual magnified upright minimized. كونكيف لينس. لا هنشيل ماجنيفايد. برافو. متر بير طب سكند. ممكن بس اه مين بيسأل؟ انا بس ممكن يكون غلط اصلا، اللي او هي مش ايه؟ عشان الليفل والجامت والسكين دول سوماتيك. الجامت والسكن سوماتيك؟ لا الجامت مش سوماتيك، الجامت دي اللي هي سيكشوال سيلز، اللي هي زي السبيرمز او زي الاوفم. الجامت دي لوحدها في حاجة، والسوماتيك سيل والريبرودكتيف سيل لوحدهم حاجة، يعني دول كلهم اللي هي السوماتيك والريبرودكتيف سيل كلهم بيبقوا 2 ان. لكن الجامتس اللي هي تمام. اصلا بتيجي من لما دي تنقسم، لما دي يحصل لها ديفيجن بينتج لي جامتس، دول بيبقوا ان بس. تمام. تمام. نمبر 4 متر بير سكند، كيلومتر بير اور، متر بير مينت، متر بير سكند باور 2. ده انا صح؟ أو لا فرح. أصلا ده فرح لسه مجاوبة ماجنيفايد. اي صح. السؤال ده طول ما بيجي في الكتاب بتلخبط فيه. هي اظن هتبقى متر بير سكند سكوير. بالظبط كده، لأن كل دول ينفعوا للسبيد يا زياد، لكن السكوير دي اكسلريشن بس. تمام. طيب طيب اللي بعدها، study the following cases then mention the name of each optical piece. عندنا هنا ال first piece an equal real image for the object. تمام. ديت أولا mirror ولا lens؟ ميرور ليه؟ ايه اللي عرفك ان هي mirror؟ اللي عرفت ميرور. اللينس بتبقى كيرف شوية. لا ما هو اصلا هو رسمها لك كلها على هيئة مستطيل كده عشان انت متعرفش هي ميرور ولا لينز، فاهم؟ بصوا طيب عشان نعرف نحل السؤال عشان ده. اه قول عرفتها؟ الايمج راح جت الناحية التانية يعني.
ايوه برافو عليك. طالما انا عندي الخط اللي هو نزل من البودي قدر يعدي بس حصل له مثلا ريفراكت انكسار، يبقى ديت لينس. لكن لو هي ميرور الري ده هينزل يحصل له ريفلكت، مش هيعدي، لا هيرفلكت في نفس الجهة. تمام. تمام. طيب نشوف بقى الموضوع، يبقى اللي قدامنا دي اول واحدة اللي هو اول شكل ده لينس، بس انهي لينس؟ انا حطيت الجسم عند السنتر طلعت لي ريال ايميج وايكوال ايكوال وريال ايميج، يبقى ديت انهي لينس فيهم، كونفكس ولا كونكيف؟ كونفكس. تمام برافو عليك. طيب الشكل اللي بعده، اولا نقول هي ميرور ولا لينس؟ انا برضو لا اللي بعدك، مش عارفة مين اللي بعدك بصراحة. انا تمام دي ميرور ماشي. ولا لينس يا فرح؟ هي من منظرها كده ميرور. ميرور. بصي طالما انا لسه قايلاها، طالما الخط ده وقف لحد هنا وراح ارتد تاني حصل له ريفلكت تبقى ميرور، لكن لو عدى كده، لو عدى منها يبقى لينس. طيب نكمل تمام. ديت كده. ميرور ايه بالظبط؟ اكيد مش بلين ميرور. تمام شوف بقى لا الميرورز التانيين. هي دي البتاعة الوحيدة اللي كانت في درس الميرور أصلا، هي الكونفكس ميرور. ايوه الكونفكس، لان هي في اي موضع طالما حطيت لي الصوره عند السنتر وما تطلعتليش عند السنتر برضو تحتيها تبقى دي كونفكس على طول، اللي هي ملهاش غير حاله واحده بس، دايما تطلع لي مينيمايزد فيرتشوال ايمج. تمام يا شباب. تمام. تمام طيب رايت ذا ساينتفك تيرم نمبر 1. The object whose position doesn't change by passing the time. هو ايه الصمت ده؟ مش عارفة ادور مين، ليه سكتوا كده؟ انا فاكراكم بتفكروا كل ده. هو دور زياد صح؟ ايوه اصلا. طيب زياد خليك ما حدش معايا. عارف دول مين. هو مش فرح اللي حل. ايوه يبقى زياد بعدها صح. ايوه تمام انا. يلا يا زياد. هو دي بكتبها اوبجكت اتريست ولا ستاتيك اوبجكت ولا اكتبها ايه؟ ستاتيك اوبجكت او عادي الاثنين صح، اوبجكت او اوبجكت ات ريست عادي الاثنين صح. او نون موفينج اوبجكت. تمام. it's the bouncing that the incident light ray in the same medium when it strikes a reflecting surface. دي ده الفينومينا فينومين. اللي هي bouncing the incident light ray أول ما يقابل reflecting surface. الريفلكت. بالظبط اللي هي reflection يعني light reflection. تمام. طيب the displacement covered in unit time. دوري ولا دور مين؟ أو دور ماشي. دي رقم 3، دي تقريبا كانت velocity. تمام برافو. طب يا فرح لو حطيت هنا بدل displacement وكتبت لك distance، ثواني، distance governed مش عارفة ايه،
كنا لسه قايلينها دي من شوية. ايوه بس أنا مش فاكراها. سبيد بقى، لو حطيت distance تبقى بس speed. ماشي. Number four, the lens that is used to treatment to treat human eyes that can't see the far object clearly. زياد تقريبا. اوكي The lens that is used to treat human eyes that can't see far object clearly. كونتين برافو. لأن كده الشخص ده عنده ايه؟ short sightedness ولا long sightedness؟ تورت. برافو. طيب زي انا يعني. تمام. طيب length of the formed image of the body in front of the convex lens is less than length of the object. امتى هيحصل ان اللينس بتاعت الفورمد ايميج هتبقى قدام كونفكس لينس تبقى اقل من الاوبجكت؟ إن هي تكون in distance less than double focal length less than the length of double focal length less than ولا more than؟ more than ايوه بالظبط كده. يبقى لما الجسم يتحط greater than the double of focal length او the radius على طول. Disability of animal cell to form spindle fibers. امتى الانيمال سيل مش هتبقى قادرة انها تكون spindle fibers؟ دوري. او هتبقى when the animal cell doesn't contain centrosome. برافو. لما يكون ال animal cell دي doesn't contain. كنت عارفها يا محمد؟ لا لما بيبقاش السنتروسوم ده في الانيمال سيل هو اللي بيكون السبندل فايبرز، في البلانت سيل اللي بيكونها السيتوبلازم. فلو ما فيش في الانيمال سيل السنتروسوم مش هتتكون السبندل فايبرز. ولو السؤال ده هنا مكتوب بلانت سيل كنا هنكتب هنا doesn't contain cytoplasm. انا حتى مش فاكرها، انا ما شفتهاش اصلا. لا دي نوت كده مهمة مكتوبة لوحدها كده في جدول لوحده، فحاول تشوفها لأن هي مهمة وبتتكرر في امتحانات كتير. طيب ال angle of incidence of light ray on reflecting surface of a concave mirror equal zero. زياد ولا فرح؟ لا زياد. لا فرح. مين اللي جاب تو؟ زياد اللي جاوبته فرح. تمام. هيبقى ال light ray is reflected on itself أو امتى برضو هيحصل له كده ان هو reflected on itself؟ بيقول مين لما يحصل له full passing ده ايه؟ full ثانية full passing the ثانية full passing ال ball of the mirror. لا مش البول. امتى بيحصل ان هو reflect on itself؟ لما يعدي على السنتر. تمام. ما يعدي على السنتر بيحصل ان هو reflect on itself، فبالتالي ال instance او ال angle of incidence equal zero.
Number 4. Formation of a colony by yeast fungus. مش عارف. ماشي. اللي بعده. دوري اصلا ولا دور مين ده؟ انا مش عارف، انا بقيت عارف دوري. اي حاجه. لا زياد دوري وبعد كده محمد. احنا بنبدأ الدور تاني من الأول بعد زياد. يا لهوي في الحصة كلها هنفضل نقول الدور مين. طيب. انا كمان مش عارفاها بقى. طيب زياد نرجع تاني لزياد. تمام. ده هيبقى when the emerged bud still is connected to the parent cell. Draw when the bud growing and remain connected to the mother cell. لما ال yeast fungus بيتكاثر بيعمل bud كده يا محمد. ثانية واحدة بس ارسمها لي كويس. لما بيعمل بات كده، فالبات ده بيبقى قدامه طريقتين، يا اما ان هو ينفصل عن المذر سيل بالشكل ده وده يكمل لوحده جروينج ودي تكمل لوحدها تعمل برضو تاني ريبرودكشن، يا اما بيكملوا بالمنظر ده ويفضلوا ان هما متصلين ببعض كده، بس ده بيكون حاجة فوقيه وده بيكون تاني وده بيكون تالت وهكذا، وهي برضو بتعمل تاني، فبيكونوا لي حاجة اسمها كولوني. بس ديت بقى بتتكون لما يفضل still connected to the parent to the parent cell أو to the mother cell. طيب اللي بعده نمسح بس ده كله عشان نعرف نحل المسألة اللي جاية أحل دي أنا؟ مهمة وبتتكرر في محافظات وفيها فكرة، فأنا هسيب أحل دقيقتين تفكروا فيها. انتوا زياد انت قدامك ورقة وقلم ولا ما فيش؟ مش متاح. انا عايزاكم تفكروا فيها وتحلوها وتبعتوها لي، يعني ممكن اسيبكم 5 minutes وتبعتوها لي. تمام زياد؟ لا اللي هي السي اه اللي هي سي. ماشي. زياد معايا ولا مش سامعني؟ شكل زياد مش سامع. ميسو عايزني استخدم السيركمفيرنس كده، عايزك ايه؟ بس هو انا مش فاكر الرول بتاع السيركمفيرنس. الروق معلش مش سامعاك. هو كده عايزني استخدم السيركمفيرنس صح؟ زي الفل. هو انا الصوت عندي مش واضح ولا ولو انا؟ حد فرح سامعني؟ معرفش انا، بس كان تقريبا محمد اللي كان بيتكلم، انا ما سمعتش منه ولا كلمة. اه هو انا برضو. يبقى النت عنده هو بقى محمد. معلش بقى اسأل تاني عشان انا ما سمعتش ولا كلمة. خلاص يا مستر انا اتصرف. انتهى؟ لا تحبوا افهمكم بس السؤال عايز ايه ولا انتوا تمام؟ هستخدم السيركمفيرنس. اه ايوه بالظبط كده. ما انا بقى مش فاكر رول السيركمفيرنس ايه. اوكي 2 باي ار. غير ان البتاع اشتغل عندي.
انت ما كنتش معانا صح؟ ايوه طب انا اديتكم 5 minutes تفكروا فيها في السؤال ده وتبعتولي حل. انا واحد في كشكول واحد في كبير. هتسأل على حاجة يا محمد؟ ده زياد مش انا. هتسأل على حاجة يا زياد؟ لكن الناس بتقول ان حلو نبعته. اه أما أنا كنت قلت إنها بره، أنا مش معايا ورقة خالص، بس هاخد له سكرين شوت وأحاول أعمله على التليفون. ماشي زيت بتقول ايه؟ معلش يا محمد. بس هي اللي بتسمع. لا الصوت مش واضح خالص، تقريبا عندك مشكلة في النت او حاجة. مس الإجابة طلعت لي بديسيمال. طلعت لك ايه بديسيمال. الإجابة النهائية خالص؟ اه. لا في حاجة غلط. انت الراديوس طلع لك كام؟ طيب radius ب 7.5. لا ليه 7.5؟ تمام. عدها تاني. اه انا حسبت غلط. ماشي فرح، عرفت تجيبيها؟ انا عرفت اجيبها بس بكتب الستبس. هي ال displacement، الاختصار بتاعها ايه؟ انا جبتها. displacement دي وعليها direction كده. اه يا زياد جبتها؟ انا جبت الاجابه بس لسه ما عملتش الستبس، بس انا ما عارف الستبس ايه يعني. انا جبتها بالستبس اساسا بس من غير ما اكتبها. طب قولي جبتها كام اخر حاجة؟ 22. برافو عليك، لا البي سي دي. ايوه 22 تمام برافو عليك، ممتاز. 11. 11 الإجابة النهائية. انا المفروض بعد كده اعمل ايه؟ مش فاهم. أنت جبت الإجابة النهائية 11 ولا الرادياس ولا إيه؟ انا جبت السيركمفيرنس ب 11 بس. circumference كله 11؟ ما طلعت ايوه معايا 22. لا أنت كده عندك حاجة غلط. مش المفروض ان انا بجيب نص الدايرة فتبقى هاف تايمز السيركمفيرنس؟ اه طيب هاف تايمز 2 تايمز باي تايمز ار. شوف بقى انت جايب ار بكام. بالار طلعت لي ب 7. تمام طب احسب بقى مرة تانية. half times 22 over 7 times 7 تمام half 2 ثانية. هاف تايمز 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 7. اي فرق؟ اه كانت معايا 22. 22. اه برافو عليك، تمام. طيب بص يا محمد، انت جبتها
بس الغلط اللي عندك تقريبا في انا الكالكوليتر او حاجة كده. بكتب على الكمبيوتر غلط. ايوه هو الفكرة في الكالكوليتر فعلا، كان خطواتك صح. احنا دلوقتي عندنا displacement، لو هو مشي من A لحد دي هتبقى 17، هو دي المعلومة الوحيدة اللي مديها لنا. يبقى دي كلها من A لدي 17، يبقى من هنا لهنا بس هتبقى 14 صح؟ دي كلها 14 اللي هي من B لدي، وده كله diameter. انا عايزة اجيب الراديوس بس، يبقى 14 عشان اجيب الراديوس 14، او نخليها بالظبط كده 17 minus 3 divided 2 هتبقى 7 متر. ادي الراديوس. اجيب بقى الديستنس اللي هو عايزها من هنا لهنا بس، من بي لسي لدي فقط، مش عايز كله. فانا هجيب هاف 2 هاف تايمز 2 تايمز باي تايمز اور، فهتبقى هاف تايمز 2 22 over 7 times L7، فهتبقى كلها على بعضيها 22 متر. ديت ال distance اللي هو مشيها. تمام. فاهمينها؟ تمام. طيب اوكي يلا اللي بعدها. compare between each of the following according to the two what is written between two brackets positive acceleration and negative acceleration according to their effect on final speed compared to the initial speed. بس الحصة دي ساعتين صح؟ لا هو مش هنكمل ساعتين، لان انا مش ان انا بفصل وانتوا برضو هتفصلوا معايا، مش هتقدروا ساعتين، فاحنا هناخد ساعة ونص، والمرة الجاية ساعة ونص، تمام. يعني هناخد لحد 10 كده. نبتدي من الأول ايه جديد. انا ما سمعتش. نبتدي الدور من أول جديد. نبتدي الدور من اول وجديد. ماشي، مين كان اول حد؟ انت. أيوه طيب يلا بينا. positive acceleration و negative acceleration على حسب according to the effect on final compared to the initial. ال positive acceleration ال final speed bigger than ال initial speed. برافو. في ال negative acceleration ال final speed less than ال initial speed. برافو عليك. تمام، ادي نمبر 1 في الكومبيت. نمبر 2 reproductive cell and sexual cell according to the number of chromosome. ده فرح ده صح؟ لا مش عارفة. فرح اهو، أيوة فرح أيوة بدأنا من الأول، فهو فرح وبعدين زيد. على حسب ماشي، ال number of chromosomes يا فرح بالنسبة لل somatic cell. يعني ماشي. ال reproductive cell بيكونتين ال same number بتاع ال somatic cell، برافو. وال gamete بيكونتين ال half. تمام، هنا نفس ال number، فهنكتب the same number of somatic cell، لكن هنا half number of somatic cell. حد بيسأل في حاجة أنا مش سامعة؟ لا طيب correct the underlined words. The focal length of thick convex lens is equal to the focal length of the thin. أوي؟ حضرتك سامعني؟ أو كده سامعك. تمام. The focal length of thick convex lens is equal to the focal length of thin convex lens. مين فيهم بيبقى عنده focal length أكبر، ال thick ولا ال thin؟ هاي شباب، انتوا سامعيني ولا ايه؟ ودور مين؟ دور مش عارفة دور مين. زياد. زياد. زياد
تمام. هيبقى less than لا مور. اه سوري more less than. less than. احنا بادئين بالسك تبقى less than. سوري تمام برافو عليك. A lot of all the stars gather in the spiral arms of the Milky Way galaxy. محمد ال لا ستارز تتجمع فين من الميلكي واي جالاكسي؟ في السنتر. برافو سنتر. A light ray falls where it makes an angle 20 the reflecting surface and the plane mirror. هنا 20. So the ray reflected by angle يعني ال angle of reflection دي هتبقى كام؟ 7 يبقى 70، تبقى 90 minus 20. برافو عليك 70. The building unit of the universe is the sun. لا ذا جالاكسي. برافو جالاكسي. two cars A and B moves in the opposite direction from each other. أنا عندي هنا car A وهنا car B، هما الاثنين في ال opposite direction. car if the relative speed of car B relative to an observer in car A is 100. تمام لو هو هنا بحسب ال relative لواحد بيراقب يعني ال observer A which move by 20 ده اصلا السرعة بتاعته 20 وبيراقب ديت. calculate the actual speed of the moving car او the of the car B. 80 برافو هما في ال opposite 80 direction كيلومتر. يعني لما باجي احسب ال actual speed. لا ده متر بير سكند. نعم احنا المفروض نغير السبيد بتاع كار اي عشان هي متر بير سكند. متر ايوه صح برافو عليك. تمام احنا اول حاجة هنغير السبيد اللي هي 20 متر بير سكند نخليها كيلومتر بير اور. فلما ثانية واحدة بس نمسح ده كده. تمام برافو عليك يا محمد. فلما انا اجي احسب السبيد بتاعت كار ايه بنعمل ايه طيب عشان نحول من متر بير سكند لكيلومتر بير اور؟ 10 over 8 تمام بعمل divided 5 over 18. تطلع 37.5. لا تطلع 72. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت في حاجة عندك في الكالكوليتر غلط. أنا بكتب غلط، أنا هو كاتبها سوري معلش هي اصلا times مش divided لان انا بحاول من صغير. wait كده من اعملها تايمز، اعملها تايمز 15 اوفر 8. هي صح عاملها تايمز كام 15 اوفر 8 اصلا؟ لا هي ديفايدد و5 اوفر 18. تمام يعني احنا صح ديفايدد تطلع بكام؟ 72 متر كيلومتر بير اور. لا ثلاثة هي 20 باي. 20. لا لا ديفايدد ديفايدد 5 اوفر 18. لو هتعمليها باي هتبقى 18 اوفر 5. صح ماشي. تمام فاحنا خلينا ماشيين 28 في 5 اوفر 18 عشان ما ننساش 5 اوفر 18 ونركز في العلامة. 28 ماشي 28 كيلومتر بالاور. تمام هو اللي بيلخبط امتى اعملها 5 اوفر 18 وامتى اعملها 8 اوفر 15، لا ما انت احفظها كده 5 اوفر 18. تمام وامتى اعملها خديها ديفايد. ما تغيرهاش بقى خليها 5 اوفر 18 على طول. لو انا بحول من صغير من متر بير سكند لكيلومتر بير اور يبقى انا من صغير لكبير يبقى هعمل ديفايدد. لكن لو هعمل من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند